اعتقد زي ما قلت الاسماعيلي المفروض يبقى مع الكبار، وجود مدير فني قدير وكبير زي الكابتن طارق. بس هو يعني عذرا اداره النادي الاهلي تقول لي المستر جريدو مين اللي ماسك فريق النادي الاسماعيلي، يعرفوه مين اللي ماسك يعني. ليه عمل ايه؟ لا هو الراجل قام كده ما سلمش بعد المؤتمر، مش حلو يعني. انت راجل اجنبي المفروض ان انت تقوم تسلم على المنافس فاهمني بعد المؤتمر، خد بعضه وجري كده، ما ينفعش يعني. حتى ممكن النتيجه مقصره ما تعرفش. معلش يلا انا عذره ولا ايه ده؟ كابتن حازم، يمكن ده كان ردود افعال كابتن طارق يحيى بعد المباراه مباشره دي.